الانتقادات ضروريه، راه من الانتقادات هذاك السبب غادي يكون سبب من الاسباب ديال التشجيع. بعد اولا المنتخب النسوي منتخب ماشي سهل اللي وصل للعالميه، ولكن ما نساوش بلي المنتخب الالباني عاوتاني شي حاجه اكثر فاكثر، ولكن بما انه باقي عندهم الحظ ياك شي باقي شي جوج مقابلات نتمنوا لهم التوفيق، غير ما هو داك غير ما يكونش الغرور، يعني الغرور هو سبب الفشل. هذاك الشيء اللي كاين المنتخب النسوي قدام المنتخب الالماني بس حقيقه راه ماشي سهله، كانت شويه خيبه امل، ولكن نطلبوا لهم نشجعوهم. اما الانتقادات لابد لابد، شكون اللي كيخلي الانسان ينتقد؟ ديك الغيره على بلاده وعلى هذا. ونتمنوا لهم حظ سعيد وموفق ان شاء الله. لا لا خصنا بالعكس، نعم خصهم يشجعوهم بالعكس. احنا دابا المغاربه ما كنقنعوش وما كنجب، احنا كنا كنتظروا غير يتاهلوا ولا يشاركوا ولا سميتوا، ولينا دابا بشويه بشويه نحكموا عليهم حتى الدوره الماجيه ان شاء الله الا بقينا في الحياه وداك الشيء. عاد ما احنا ما خصناش نطلبوا اكثر من الجهد ديالنا وداك الشيء، راه كنلعبوا مع فرق راه ما تصورش كيفاش كيتريني وكيفاش تيتكونوا وكيفاش انت تلعب مع المانيا ومنت فماشي شاسعة، راه كتقول المانيا كتقول البرازيل كتقول امريكا كتقول سميتو، وحنا حتى القرعه ما نصفتنا جابتنا مع خلاش لنا شويه ديال هذا هو سميتو، ولكن مزيان تجربه احتكاك مع فرق عالميه وداك الشيء ونتمنوا لهم التوفيق. وا ديك الهضره، بنادم عنده عقل وعنده فم ويقول لي بغى المرأة، راه المرأة في الجيش في الشرطة في نساء الإطفاء في جميع أشياء، المرأة كانت مقاومة مناضلة، يعني كله عقله. علاش يحكروا المرأة؟ علاش؟ شكون اللي والده هو؟ راه المرأة هي كل شيء. شتي المرأة هي كل شيء في المجتمع، راه يكذب عليك كذاب، راه اللي والدها أنا مرأة، اختنا مرا، مرتنا مرا، بزاف العيالات احتراماتي للعيالات المغربيات بعدا مغربيات خاصه العيالات المغربيات احتراماتي لهم كلهم، صراحه المراه هي كل شيء، كذب عليك كذاب، الراجل ايه راجل ولكن المراه كتبقى هي كل شيء، هي الطوب ديال والله يعاون كل شيء العيالات ولا الرجال، احنا بغينا المغرب كل شيء يصدر كل شيء يكون بخير وعلى خير. اول حاجه المنتخب المغربي مشيني اول مشاركه لي، اول دوله عربيه فهمتيني غادي تشارك في التظاهره اللي هي تظاهره كبيره. ثاني حاجه لعبوا ضد فريق الماني اللي مخضرم في كوب دوروب فهمتيني، ديما شي ديوا حتى في كوب دي موند فهمتيني، راه هو الوصيف واقيلا ما خفت نكذب في كوب دي موند الاخرى، يعني برافو عليهم، يعني تحياتي لهم، يعني الماتش اللي قدموه يعني راه ريسبكت فور ذيم يو نو دي تراي، وباقي عندهم ماتش ضد واقيلا ساوت كوريا ان كولومبيا اي ثينك ذاتس جود، وي هوب دي سكور ا ريل جود سكور يو نو That's it. برافو عليهم، باقي ماتشات وباقي ان شاء الله باقي ان شاء الله يكونوا في الموعد ان شاء الله، نتمنوا لهم يعني الرباح فهمتيني، برافو عليهم. اللاعبات ديال البطوله مع واحد المزيج ديال المحترفات في الخارج، وهنا خصنا نشوفوا الطاقم التقني. الحمد لله جميع الشروط متوفره باش يكون عندنا في المستقبل منتخب نسوي في المستوى. كاين الحمد لله البنية التحتية، كاين الجامعة الملكية مفرقة على جميع الشروط والظروف الملائمة، خصنا غير شوية ديال لافولونتي شوية ديال نشجعوا هذوك البنات، وكما قلت لك نخدموا على البطولة ونخدموا على الفئات الصغرى، حنا ديجا باقي ناقصين في الفئات الصغرى ديال الذكور وعزاك الإناث، خصنا نخدموا وحنا الحمد لله راه غاديين، ويشوفوا ثاني مع الطاقم التقني يدير واحد من يفوت الكاس العالم يدير واحد الكوستا ويشوفوا شنو هو اللي الخلل فين كان، واش في لا بريباراسيون، واش في لي جوز، واش في الطاقم التقني، واش ملي غادي يلقاو الخلل راه غادي جون سوي سير غادي يلقاو الدواء. ما كانش خصو يكونوا انتقادات، لانه منتخب المانيا كيلعب الكره اكثر من 30 سنه، والمغرب يلاه بدا المشوار ديالو في النسوي، ما كان حتى واحد ما خصو ينتقد، حنا المستوى ديالنا افريقي ماشي اوروبي،
ويلا عندنا 4 ولا 5 ديال اللي كيلعبوا في اوروبا ما كافينش المستوى الاوروبي. وخص الناس ياخذوهم بعين الاعتبار بانهم هذوك البنات راه قدموا ديجا واحد المباريات جميله في كاس افريقيا راه كافيين. اما اوروبا في كاس العالم راه عارفين احنا المستوى ديالنا فين واصل، ما نقدروش نمشيو بعيد. الى جبنا غير تعادل واحد ومازال كتسنانا كولومبيا نقدروا نجيبوا معاهم تعادل، وما نظنش نقدروا ندوزوا التور لانهم حتى الكوريين مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.